نحكي ومعنا يطول الحديث. مرحبا بالناس الكل التحقت بينا على 93 ثم تسمعوا في إذاعة الحياة للصحة الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا بالناس الكل كالعادة يجدد لقانا كل نهار اثنين وكل نهار ثلاثة لتساعتين كامية. ترفقكم كوتي ميكرو سونيا جبالي وأكيد مش باش نكون وحدي. سنستو برنامجنا نحكي اللي يتحاول يطلع ويتناول جميع المواضيع الاجتماعية والنفسية. نحاولوا نطلعوا على الأسباب، نحاولوا نطرقوا زادة للحلول من كافة الجوانب وخاصة منها الجانب القانوني تعودت به. مرحبا بالناس الكل يرافقني تلت ساعتين ذوما أكيد كوتي تكنيك السيد أحمد المخلوفي، بلي تصفيق على أحمد مخلوفي عن يلوك اللي هو فيه الدنيا والفازات، سخنة الدنيا، تنحات الكاسكيت، تنحى الشابو، حجمنا هكا برقشنا بالعمل، الواحد ما عادش يعرفه، وكأنه زرعت كلك شعرات معناها على الجمجمة نتاعو. دونك هذا أحمد وباش تلقاو الجو أكيد والغيفليكسيون ما نجم كيف يعملهم كان هذيك هي توش بيرسونيل نتاع أحمد المخلوفي. مرحبا بيه. دونك مرحبا بالناس الكل وكالعادة والعوايد، دونك فريق متكامل يكسره قاعدة الهنة بحضور محمد القصراوي. أهلا وسهلا. أهلا بكم، أهلا بالناس اللي تسمع فينا الكل. كالعادة فما نوعية جديدة متاع السلام. أيوة. كل ما تطلع حاجة جديدة لازم تلقاها في الحياة تفهم. أول ما توصل لتونس مازلت ما خرجتش، مازلت ما جتش الوطن العربي ديريكت تلقاوها في قروة. الحمد لله يا ربي. هذايا فات ساتيل كونيكسيون ساتيليت وكونيكسيون دراشني، هذايا نووي هذايا. وما هي ولات جروبات توا وتعرفت بالسلامات. سيدي سلام في ستيل بتاع حكاية ربي يوفقك وربي يوفقك. الحمد لله. هذا سلام في ستيل بتاع حكاية عبارة قاعد نحكي لك في رواية، أما هو سلام داكا خلنا نجربوها الحكاية هذي لعلى تعجبنا ونستغلها في حاجة أخرى. ما كتعرف أنا مستغلة استغلالا فادحا. مرحبا أحمد. مرحبا محمد بليتو. كيف كيف دونك أحمد نعاوده وجدوا له التحية والبقية الفريق أنثوي بامتياز. دونك رنوش يا إخوانة الأفام أهلا وسهلا. أهلا بك مدام سونيا، أهلا بكل مستمعينا الكرام الكل. الغيبة رنوش الغيبة رجعت سيبا. رجعت في فورنا زيدة. الحمد لله الحمد لله. كالعادة اليوم موضوع جديد تسمعونا عجيب وغريب جدد، وسلام مع محمد القصراوي اللي ديما يتجدد. خليكم معنا افكتيفمون. نون نور التونسي شهرت بنون. اهلا وسهلا. شفت الحكايه هذيك في اصحابي وفي عائلتي. خيب يا نون. نون على السلامه. مرحبا بكم، توحشتكم برشا. مرحبا. ان شاء الله عديتوا نهار مزيان، طقس محليه كما حكيت لك بكري، وكي تحسن طقس انا نتحسن معاه، عرفت نفسي تتحسن، المود نتاعنا يتبدل يتجدد. وتبعونا واسمعونا موضوع مهم برشا. موضوع مهم برشا. دونك سلطانة القانون نجنج. اهلا وسهلا ومرحبا بك سنسونتي نور رنوشتي محمد أحمد المخلوفي. إن شاء الله المستمعين متاعنا زيدا يكونوا أوفياء لينا ويسمعونا ليلة ويشاركونا آراءهم ونكونوا خفيف ظل عليهم كالعادة كالعادة والعويد. وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تتفاعلوا معنا في موضوعنا اللي باش نطرقوله اليوم. تنجموا تكلمونا على 77-288-307 وإلا على 77-288-322. مرحبا بكافة مداخلاتكم وتدخلكم من خلال مكالماتكم الهاتفية. تنجموا زادة تخليونا كومنتاراتكم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة الحياة فام. تلقاونا في اليوتيوب، في التيك توك، في الفيسبوك، في الانستغرام. دونك يسوفي جوست باش تحط ان اسباس حياه فام، دونك اوتوماتيكمون نجم تلقى كافه البرامج دونك مصوره على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع مختلف المواضيع منها الاجتماعيه، الرياضيه، النفسيه، الاخباريه، السياسيه ايتترا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. نمشيو توت سويت للغوبريك نتاعنا اعطيني وذنك مع محمد قصراوي. أعطيني وذنك. خدمة مش شوية ومرواحة قابع شي، ناس بعقلية تحيني اليوم وقتلني غدوة. باش نحكي حكاية صارت على غرادة. الحقيقة الحكاية وجعتني، اذيك علاش سلامي مش طويل كيف العادة. مرا في حومتنا استنسنا بها من كثرة التعب، لين المرض هو بيدو لدواها. نخاف يصير لي كيفها، عايشة وحدها والكل نساها. عندها زوز صغار ولاد، واحد مريض والاخر بطال. الفقر ما يظلم حد،
وخدمت عليهم في الديار وما تلقى كان وكلمة هي فلوس الدخان. ما همتوش في العائلة أمه شبعانة ولا جيعانة ولا أخوه لابس ولا عريان، المهم لابس أعز لبسة وجيبه مليان. لم تخدم في الديار وهذا مش عيب ولا حرام، حرام اللي تقاسي فيه والصغير اللي دعاه أخذه من والديه. عطار يسال والخضار معاش نجم نبط عليه، عيشة دمار كان القبر اللي واسيه. شهرية في قضية ما دخلتش للدار وفي صعوفات، الولد ولا يحشم بمه قدام صاحباته والبنات بالرغم اللي هي على الدنيا مشيت. نحب نقول لك رانا نحبوك وراك فوق روسنا وانت يمنا واللي خلف ما مات. برافو يو 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 يو. برافو محمد قصراوي. فيكتيفمون دونك قصة متكاملة متجانسة فيها المقدمة الجوهر الخاتمة الأحداث لبيرسوناج محلاها فيكتيفمون وخفيفة وتتفهم فيكتيفمون مهما كان معناها مستوانا كسوا من الوعي أو من الثقافة أو من الدراسة دوكي تفهم هكا ولا سلس هكا حاجة سلسة. نكملوا باستيلة ذي معنا محلها استيلة قديش باش تكمل؟ قولك حسين ثلاثة كيكة؟ حسين ثلاثة الوقت يجري عباوي الوقت يجري أم باش نرجعوا له ستيل هذايا بعتينا رمضان موضوع آخر هكا ولا يا جماعة إن شاء الله إن شاء الله دونك يعطيك الصحة أونكور فوا نعرفوا ديما تجتهد لا بروف اللي أنت ما تقعدش في نفس ستيل كما تبدلنا ستيل دونك يوريك لي إنسان نافح بالحاجة اللي يعملها وديما نعرفوا اللي هي الرغبة هي نصف النجاح دونك إن شاء الله ديما ناجح وموفق في الحاجات اللي تعملهم الكل. محمد قصراوي دونك اليوم نفهموا بالإسلام نتاع محمد بين احنا باش نترقوا الى موضوع الوضعيه الاجتماعيه للمعينات المنزليه. دونك الوضعيه الاجتماعيه للمعينات المنزليه وما ادراك من شرف هذه المهنه اللي ناس ساعات تلقى نساء في عمر مبكر دونك تخدم بعرق جبينها بالتعب باش تتحملك التعب هذاك الكل باش تمشي مسافات على ساقيها قبل ما تخلط البلاصه اللي باش تمشي تخدم فيها وكيفاش تروح كان في الشتاء راهي مغارقة وكان في الصيف راهي محروقة من الشمس دوك هذا الكل علاش باش تكسب بحلال بعرق جبينها اللقمة ليها ولصغيراتها ولعيلتها اللي ترعى فيها. في الكثير من الأحيان كي نجيو نحكيو عليهم الناس هذوما المرات بدها تحشم تقولك ما تحبش تحكي ولا تقول بالضبط شو قاعدة تخدم تقولك نخدم وكهو نخدم بنهاري تبدا تحشم يا اخي هي خدمه النهار فيها عار يقول لك هو ديجا مثلا يتقال قدم تقول لك خدمه النهار ما فيها عار دونك تبذل في مجهودك وتجيب في اللقمه بحلالها بعرق جبينك راهو بالعكس خير من تمد يدك للطلبه والا خير من تمد يدك وتقول يا كريمه نتاع الله دونك هذا هو الفرق وهذا اللي يصنع الفرق. نجدش موضوع ما رايك في الموضوع هذا به انا نحب نبدا بحاجه يقول لك ما يلز الحر على خدمه الحر كان الشديد المر ايوه معروفه هذه فمش امراه معززه مكرمه في دارها لاقيه امورها والكل راهي مش تمشي تخدم امراه اخرى ولا عيله اخرى في دارها ما مشيت الا هي مضطره والا هي في حاجه الى مصدر دخل اللي يحفظ لها كرامتها وكرامه عيلتها وكرامه صغارها هذاك علاش الفئه هذوما من المجتمع على قد ما كانوا يعانيوا في فترات سابقه من التهميش وعدم العنايه وغيرها الا انه توا الفرحانين به وحابين اليوم نحكيوا عليه الجانب الباهي اللي المجتمع راه معترف بيكم يا ناس انتوما راكم ماكش اقل في الاقدر ولا قيمه كما قلت انت سونيا عبد يخدم بعرق جبينه وبكدي مينه بتعبها وبشقاها باش تاخو فرنك حلال باش تقيم به روحها وتقيم به عيلتها راك تقدم في خدمات جليله فازت الحشمه صحيح برشا ناس تحشم ما تقولش انا نخدم في الديار او الصغير يقول ما يقولش امي تخدم او يوليوا يستعملوها ضده كنوع من التنمر صحيح. ولا غيرها للتقليل من قيمته ولا من شانه ولا من غيره يحشموا به يحشموا به وخاصه كي يكون هو ولد ولا بنت الطرف الاخر اللي هو يخدم عندهم يكونوا موجودين في نفس الاطار وفي نفس المحيط فوالا
دونك لهنا اذا الصغير الاخر مش متعلم قيم صحيحه من الوالدين باش يسعى للتنمر باش يسعى لممارسه السلطه اللي هو يرى فيها في الدار قاعده تمارس على الام هذيك هو يستمد فيها من هذ من ام وابوها بخيتو الصغير نعرفوا اللي نحن هو كلهم هذوما سلوكيات مكتسبه دونك احنا لهنا نحبوا نقولوا رانا ليله نحبوا نقولوا لكم راكم قدركم عالي راي خدمتكم عندها قيمتها شريفة عفيفة عندها قيمتها ولو كان كما ما جيناش نستحقوهم فوالا الحرة وذراعها طويل ما تستحقش فوالا من غير ما نكم باش ما يوليش تنام تري بيان اون بون ريفليكسيون فرانيتها فيها في 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 بلاصتها قد 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 تقلبت الحكايه تقلبت تقلبت الحكايه ديري ايه مالا شنو هذيك قوه القانون ريتي خويا لا لا شيء يعلى فوق القانون هكا ولا نون رايك في الموضوع باش نكون واضحين ساعة الإعانة المنزلية راهي خدمة كما أي خدمة أكيد فلوسها تجيب عرق جبين وفلوسها حلال أكيد وإحنا لتوا هذه خدمة صحة الأبدان يقول لك هذه خدمة صحة الأبدان من غير ما نحكيو على المرأة شنو يصير فيها من باك البرودوي اللي تستعملهم في تنظيف بتعبها بظهرها بالمرض بال... وراهي تخدم العائلة والروماتيزم نهار كامل هي في الميرة وما... وال... والحاجة اللي هي مش باهية ومش خايبة انها ما تخدمش عائلة واحدة تلقاها معناها عادي في النهار تخدم من الدار هذيك تكمل تمشي للدار الأخرى وتزيد تروح تخدم عائلتها ودارها معناها تعمل في مجهود مش كبير أكثر من كبير والتوا ما زلت عنا الخزرة الدنيا للمرأة ونقولوا نتاع الديار انا الكلمه هذيك خايبه نتاع الديار المره هذيك نتاع انا مصطلحات مدمره مدمره هاني قلت لك هي في لافان تخدم في خدمه بعرق جبينها فلوس حلال تلزمت معناها فما نساء يختاروا باش انهم يخدموا لبرا خارج من الديار في المعامل في برشا حاجات اختارت هي الطريقه ذيك وربي يعينها وربي يجيب لها القصر امين يا ربي رنوش ساعات وقت اللي تبدا مضطر انك انك تخرج تخدم وتجيب لقمه صغارك الفلو الخدمه شنو باش تكون ما دام هي حلال الخدمه شنو باش تكون ما يهمش سواء تدور في الشارع فما تلقاهم يبيعوا في الشوش وفي الحاجات هذوكم في الشارع يعني مالغري اللي ما تجيبش فلوس قديش شوش 500 المهم نخرج ونخدم ونعدي نهار كامل البرة باش نجيب لصغاري من بعديك 10000 ولا 8000 هاكا ياكلوا حاجه شبعانين حتى كان انا جيعانه يعني تضحيه كبيره على الاخر مش مهم شنو العبيد اللي باش تحكي شنو باش تحكي عليها المهم هي مقتنعه بالخدمه هذيك ومرضيه الذات نتاعها خاطرها صغير عندك مسؤوليه امانه وباش تتحاسب عليها اذا انت وصلت حالي الدار وعملت صغار هذوكم مسؤوليه مهما كانت الخدمه شنو ولا هما شنو باش يقولوا عليك ما يهمش المهم انت تادي الامانه نتاعك والمسؤوليه نتاعك على اكمل وجه على اكمل وجه تري بيان محمد ودي تكتب في السلام بيه انا كيما نمشي الموضوع السلام شوية ديجا حكيت على حاجة في السلام لاحظت وقت تناقش ومش بتوهيش انه الطفل البطال ولا رجل البطال اللي يبعث مرته وتخدمه وهو يبقى شدد الدار وشد القهوة ويستنى في مصروفه ومش مش بدناهيش اما نحن في بينا مليني واحدة انا جيناك الكلنا معناه متفهمين اللي هي الخدمة هذيك خدمة شريفة نكسبوا بلقمة الحلال خير خلي نمشي فيها في حاجة أخرى كيفية معنى باش نوصلها المعلومة إنه معنى حاجة ما تتعايبش أنت قاعد تخدم يخي الخدمة باش يعايبك بها صحيح فما عبيد عاملة ما هي عاملة ويقول لها سي فلين ومدام فلين وكل شيء خلي معنى نحكيها بالفرشة كما يقول فهمتني حاسيلو المهم اللي هي تخدم بعرق جبينها فوالا بالنسبه للحاجه اللي جبت عليها حكيت عليها انا انه كيفاش فما برشا عبيد او بالاحرى نعرف برشا عبيد عادي يبعث مرته تخدم فهمتني وهو يحب يقعد لك في القهوه عنده صحابه يبقى يستنى فيها على حق سيجار وحق قهوه يبقى يستنى فيها نهار كامل فهمتني وما يشوفش الظروف اللي قاعده تمر بها هي ما نشوفوهاش كان في الراجل هكا هو نلقاو حزاده عند ولدها فهمتني عند خوها وقتها نحكيو على ذكر مش على رجولي فوالا داكو اكزاكتو طيب وقت نحكيو على ذكر يبعث في اوي مش نحكيو على رجوله خاطر نتصور الرجوله والشهامه بتاع الرجل العربي اللي تتحرك فيه شعرة سيدنا علي اكيد رضي الله عنه اكيد مش باش
يخمم حتى مجرد التفكير كونه هو يخول الروح ويكون قاعد ويبعث امرأة تلك المرأة التي مجدها القرآن الكريم وعطاها قيمتها وقدرها باش تمشي هي تخدم عليه وقولها وعلى مسؤوليتي راهو اليوم اشتر نساء تونس تخدم على رجالها وقولوا رجالها راهو كيف ما يكون نجم يكون رجلها كيف تكون نجم يكون ولدها نجم يكون خوها زاد نجم يكون بوها اليوم وقت اللي البو يوصل يخرج بنته في عمر صغير عمر وردة مازلت ما فتحتش يا ربي راهو عمر متاع 13-15 سنة يخرجها قال شنو خايف عليها لكي تقرأ لقدر الله يتعرض لها حد ولا يقول لها كلمة حد أما يبعثها تخدم وهو بيها. يبدأ قاعد يضحي بها ويضحي بمستقبل مش يضحي بها كها ويضحي بها وبمستقبلها وبشبابها وبعمرها وبصحتها يهزها أصفوار كيلومترات فما كيلومترات ولايات على ولايات تخدم بش آخر الشهر تبعث له في مادة شهريتها الكل على خطيزمه يعرف قديش تاخو يبعد وتقعد هي من غير مصروف وتعاود الشهر اللي بعده وهكذا دولي حتى حق ركوب باش تلقى على الأقل نهارة اللي لقدر الله حتى سبحان الله راهي صغيرة تتسمى راهي 13-15 سنة راهي صغيرة تحب حتى تشوف أمها تشوف أخوتها حتى باش تاخو حق ركوب وتروح به مش مسموح لها إلا وقت اللي هو يظهر له بتتخ حتى في العيد مرة في العام يمشي على الأقل يشوفها ولا يسمح لها باش تجي تطل عليهم نحن فين تفضل لهنا نحب نحكي على خطر اللي حكيته وانت سونيا يدخل في إدارة تشغيل الأطفال احنا في تونس مانيش باش نسمي البلاصه باش منوليو جهويات وننميو نعملو في كلاس ولكن موجود لا احنا اصلا موجوده احصائيات وارقام على وزاره المراه كي تدخل وفما نشريات دوريه اللي هي بالسنه فيها ارقام وفيها فين تطلع النسبه وفين تهبط النسبه مانيش مخبين اما توا بما ان سور في الاعلام باش ما نوليوش ناججوا في مكان على مكان احنا ولا يستغل تاعنا هي الحياديه فوالا لكن عندنا بلايص في تونس احنا خلينا نقروا اللي الظاهرة هذه موجوده لا نفس الشيء صحيح احنا عندنا بلايص في تونس معروفه اصلا بالعمل هذا اللي مرته تولد بنيه يبدا فرحان يضحك من الزرسه للزرسه جبت زوز ثلاثه بنات يودي سيده الكون عنده هو اش يعملوا لهم خاطر هذوكم مش يكونوا مصدر الدخل نتاعو تقرا اولى ثانيه ابتدائي ثالثه ماكسيموم اول حاجه يعملها يتفق مع الوسيط راك انت عطيت على الاقل مجديال هو هز الواقع ما عنده مهز يجي الوسيط يهز الطفلة يخدمها عند إيكس يتفق مع إيكس اللي قبلت الطفلة ذيك باش تخدم عندها في الدار باك الطفولة هذيك وباك اللي احنا ريناه الكل باك الكتب اللي تتلوح محسوب باش تطلع طبيب انت ولا مهندس ما عندك ما تطلع وتنجم تكون لولا متاع القسم راه باهي هزها الوسيط خدمة الوسيط يجيب له شهرية أيه. مش تصب له من ده أيوة. ما فماش أيه. هو مرته عنده مهمة الإنجاب أيه. وترك ريكتي أيوة. هكا هو ذو ما هو من الزوز مهم وانتظار الشهرية يبدأ عنده ثلاثة بنات يخدموا ثلاثة عنده أربعة بنات يخدموا أربعة أذيك سعيد الحظ اللي عنده أربعة وخمسة بنات الوسيط هو اللي يجيب له الوسيط في نفس الوقت شي يعمل ياخذ عليها ايش نلقاهم يصير في السيركوي هذايا أيوة. نلقاه يتفق مثلا مع مدام سونيا أيوة. يقول لها مدام سونيا البنيه هذه راهي 300 دينار شهريا تقول أيوة. له موافق الوسيط أيوة. ياخذ 300 يمشي لبو البنيه أيوة. يقول له اسمعني جبت لك 100 هما يخدموا ب 50 و80 أيوة. جبت لك 100 120 أيوة. الماكس والباقي في جيبه مشاهره أيوة. افهموا الاستغلال وكميه الفلوس اللي لموها من تجارة البشر أيه. راهو ما عادش استغلال طفل في تشغيل رانا ولينا نحكيو على السيركوي اسمه استغلال البشر جي تحكي مع البو بنتك عند شكون ما نعرفش فانا دار ما نعرفش هي وين ما نعرفش حتى معلومة حتى معلومة كي تجالوا حاجة الوسيط شعملنا فيهم عدنا غادي اذا واحد اثنين الوسطاء هذوما راهم شبكة كبيرة متاع استغلال بشر أكيد. احنا وقتاش يتم الفيقان بالوضعية
يا اما البنيه هذيك اللي تترا في سوبرات ويتم الاشعار راهي فما مرايه في وقت معين راهو فيها تهز في حمل يا اما مثلا في حد تحرك يا اما البنيه هذيك وقت اللي تمشي للطبيب ويكون فما اسقاط حمل ولا اكتشاف كونها حامل تلقاها بنيه صغيره حامل من شكون كيفاش او تعرضت لعنف شديد ويا ما بنيه تتعرضوا للعنف وتعرضوا للاجهاض ويا ما بنيه تتعرضوا قصان شعر الحرقان راهو الاغتصاب والاستغلال الجنسي وغيره 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 معناها طفوله دمرت نفسيه دمرت مستقبلها دمر بدنها اللي هي باش تخدم ليه استغل وانتهك بجميع الطرق البولم وينهم قاعدين في بلاصتهم يستنوا في شهرين ولا افكتيف ما انتم اللي تسمعوا فينا تجموا تتفاعلوا معنا في الموضوع اللي نذكروا به هي وضعية الاجتماعية للمعينات المنزلية نجموا تكلمونا على 77-288-307 وإلا على 77-288-322 نخرجوا تتسويت استراحة موسيقية وتبدلوش الموجة هل تتسويت ترجعيننا